السلام عليكم ورحمة الله. فكرة الطباخ ونشوف المشكلة اللي فيه. شوفوا هون الرطوبة مي هون داخله مي. أنا حطيت الفيش ما في استجابة أبدا. راح أشوف نفحص الفيوز. فيوز شغال. هذا الفيش شغال. نلقي نظرة إذا في فصل أو قطع، لكن هون شايفين هون المي ماشي هيك بهالشكل هذا لهون هيك على هالجزء هذا. التنظيف فورا. فصلة رجل هذا الزينر.
ضروري انه نلقي نظرة حتى نشوف اذا في فصل في اي مشكلة تانية، لانه دائما الاجهزة شوفوا هون المقاومة متغيرة، ممكن ما تكون بيني ما تكون واضحة، لكن بصدي فيها صدى او صدى صدى للصوت. هلا نعمل فحص لهذا الترانزستور. شغال ما في شيء. هلا فقط نركب هذا الزينار. هذا الزينار 18 فولت، اكثر الاحيان بيكون مكتوب على البورد، يعني في كثير من انواع البوردات قيم العناصر بتكون مكتوبة. ثواني بس طالع هذا الزينر ومنركبه ومنشوف ان شاء الله. هذا الزينر اللي بدي ركبه انا بهالشكل. يعني ماله اسلاك، هذا نوع SMD. القيمة والطابق. هلق بنجرب نركب. ثواني بس لحتى اطبق. طبقت انا بس هلا هيك مؤقت. وعليكم السلام. هلا هيك بس نشوف انه اشتغلت. فعلا اشتغلت. هلا بنفصل نركب بالكامل القرص ونركب البراغي نثبتهم ومنجرب.
بسيط مثل ما شفته. بالشكل هذا وهذا البريق نحط بالكهرب وعلى السيريه تمام. هاي اون علاق اشتغلت. هلا مجرد اني احط البريق لازم تفصل لانه على السيريه. إذا كانت شغالة تمام فصلت. هلا برجع بحط اون. هلا شغالة. هلا بحط البريق لازم تفصل تمام. منطفي شغيل. طبعا شايفين انتم هيك طفينا شغلنا. تمام شايفين شايفين لمبة السيريه كيف عم تطفى وبتشتغل بهالشكل هذا. يعني معظم الشباب اللي عم يشتغلوا وعم يعملوا صيانه لهاي السخانه الحثيه فما عندهم مثلا 10 امبير، يعني عندهم رافع جهد انفرتر 2 امبير 3 4 5 مو اكثر من هيك، وهذا الطباخ بياخذ اكثر من 5 امبير فما راح يشتغل. فكيف الطريقه على اللمبه السيريه؟ لمبه 100 واط انت مجرد اعطيت اوامر واشتغلت خلص انتهى الامر. شغلنا مثل ما نحن شغلنا، اعطيت امر للتسخين شدينا على البريق وحطيناه فسمعتوا الصوت كيف تعطي انه بدا التسخين مباشره صار حمل فاللمبة السيرية اشتغلت طفيت هاي السخانة وفهمنا انها شغالة. ما في حاجة يعني انه نقعد نسخن عليها، لكن اللي عنده مصدر يعني 10 امبير او عنده كهرب او عنده مولدي وبيحسن يجرب لا بأس جرب وسخن عليها. مثلا هاي مبين العطل، مثلا في بعض طباخات مثل هيك سخانات ممكن انه يكون فيها عطل على الحمل فانت مضطر ومجبور انك تعطيها حمل، يعني انك تسخن مثلا نص دقيقة ربع دقيقة او دقيقة او دقيقتين، يعني هي ما بتستغرق دقائق معدودة يعني بالتسخين. وهيك ان شاء الله بنكون خلصنا والسلام عليكم.